بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا دكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، رئيس التيار الإسلامي العريض، عضو اللجنة العليا لداعش للسودان، كنت منتميا إلى داعش منذ أبو بكر البغدادي وحتى الآن. نحن حقيقة من يوم 15 ديسمبر توقيع الاتفاق الإطاري طوالي انتبهنا انه لابد نعمل حمله ضخمه جدا لاسقاط هذا الاتفاق الاطاري. وبرضه تواصلنا مع المؤسسه العسكريه، كنا نتواصل مع الفريق البرهان عن طريق اللواء حسن بلال. فتواصلنا معاهم قلنا لابد نسقط الاتفاق الاطاري ده تماما. والحدث الاخير اللي حصل يوم الاربعاء في مروي انه الدعم السريع كان داير يمشي مدار مروي وكذا، يعني تم تنويرنا طوالي من قبل الشيخ علي كرتي انه خلاص طالما الجيش تطلع بيان ووصف الدعم السريع بانه متمرد، خلاص حاله الاحتقان دي حتنفجر، وساعه الصفر قد تكون يوم السبت. وبالفعل يوم السبت الساعه 6:30 في مجموعات هاجمت المدينه الرياضيه، ناس الجيش ومعاهم كتائب الاسلاميين. المجموعات اللي هاجمت المدينه الرياضيه دي الجيش ومعاهم كتائب الاسلاميين، ومعروف انه كتائب الاسلاميين دي قاعد يقودها انس عمر، وقاعد يخطط الشغل ده كله سامع عبد الله، ومعاهم علي كتب كده، هم المخططين البرنامج ده كله. وده اللي حصل يا اخواننا، انه اتفكت الطلقه الاولى يوم 6:30 صباحا بالاعتداء على الدعم السريع من قبل قوات الجيش ومن قبل قوات الكتائب الاسلاميين. ومما تفكت الاولى الضربه الاولى دي الان، يعني دي كارثه كبيره جدا، ويجب علينا نحن كاسلاميين وكوطنيين كلنا نخط الان الكوره واقع. والله الحرب دي اذا نحن ما بسرعه عملنا لمعالجتنا الفتنة الطلعة البدد دي، لو ما عملنا لمعالجتنا والله بلدنا تبقى زي سوريا وزي ليبيا وزي العراق وزي اليمن. يجب أننا كلنا نفك يدنا في بعض، ونترك الخطاب العنصري، ونترك الخطاب التفريقي بين الناس، ونترك الخطاب اللي فيه استعلاء عرقي، ونخط يدنا في بعض عشان ننقذ بلدنا قبل ما بلدنا تبقى في خبر كامل.